أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، رسالتي إليكم اليوم سوف تتناول موضوعاً واحداً يتعلق بالمفاوضات الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه، والتي وصلت إلى نهاية إيجابية. أتمنى أن تكون بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان. بنهني لبنان على الانتصار الكبير اللي أرضخ العدو الإسرائيلي، يرضخ للبنان القوي. أما الخير بالنسبة لهذا الوضع، لأنه لبنان غرقان بالوحل، بتعرفي أنت وضعنا ودولارنا ومؤسساتنا، يعني عنا هذا الأمل الوحيد اللي ممكن ينقذ لبنان، أنه صار عنا غاز وتكرموا علينا هالدول هذه يساعدونا لنقدر نستخرجها، يكون كتير منيح. المهم البلد تروق والأشياء يعني الحياتية الضرورية ناخدها. هلا مثل ما سمعنا بالاتفاق ما في تطبيع، نحن بنعرف انه اسرائيل عدو، هيدي ما فيها بحث بالنسبه لنا. انما اذا ما صحيت لبنان بهذا الترسيم، شايفينها كل المسؤولين وكلياتهم منيحه خلص، ما عندنا مشكله، بدنا البلد تمشي. المهم يعني مي وكهرباء، اتفاق ما حدا بيفهم شيء، قصه نفط وما نفط، حيقيموا من البحر ويسرقوا هن، ما حيستفيد الشعب اللبناني شيء، ما حيقدم شيء وغير حيأخر الاتفاق. بس هو الفضل كله فضل الله وفضل الغاز، يعني العالم كله عايشي على الغاز وعلى النفط وعلى البترول، وهي خطوة كتير حلوة، يعني انه مطيت على خير وسلام مثل ما بيقولوا بين اسرائيل وبين لبنان، خطوة مهمة كتير.